السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نفتح الانريل. تمام، انت اول ما بتسطب الانريل دي الواجهة بتاعة البرنامج، بقول له حمل لي الانريل، وزي ما انت شايف الشركة نفسها بتعمل توين موشن اللي احنا اشتغلنا عليه قبل كده. هو هيبدأ يحمل الانريل زي ما انت شايف. طب ايه الانريل ده؟ احنا هنورناه شوية. هو تقدر تقول محرك العاب. ايه يا عم، ايه دخلنا محرك الالعاب؟ احنا شغالين في البيم. ايه موضوع محرك الالعاب دوت؟ طيب بص يا سيد الفاضل، هو عامل زي برنامج يونيتي. تمام، يعني انت هتاخد الموديل المعماري وتدخله هنا، بحيث ان العميل مش هيبقى عنده فيديو ثابت، لا ده هو يقدر بالماوس او بالزرار بتاع الكيبورد، او تقدر تعمله اوجمانتد رياليتي، او تقدر تعمله فيرتشوال رياليتي. يعني هتقدر تعمل موديل متفاعل مع المالك او مع المهندس او مع الفريق، اي حد يقدر يستخدمه. تمام، دي بعض المشاريع الموجوده. احنا هنبدا بقى مشروع جديد. زي ما انت شايف في كذا حاجه ممكن تعملها فيرست بيرسون، يعني كانك ماسك مسدس وعمال تضرب. طبعا الشغل بتاعي مش همسك مسدس، نقول مثلا هنمسك شاكوش ولا حاجه، بلطه، يعني حاجه من الحاجات اللذيذه دي، وتمشي شايف المبنى. قصدي هتمسك ورقه وقلم، يعني مش هنمسك، مش هننزل نضرب في الناس. يعني ممكن تعملها فلاينج، انت عمال تطير، بس طبعا بنغير البلوكه ديت بحيث تبقى مناسبه للمشروع. هو انا حاطط لك حاجه كمثال. تمام، ميزته ان انت لما تيجي تعمل الرندر بيطلع بشكل جميل جدا رائع. تمام، ممكن هنا هنحط مثلا شكل عامل مثلا من العمال كأنه هو بيمشي. ممكن تعمل فيرتشوال رياليتي، الحاجات دي كلها. تمام، ايا كان ايا كان الشكل اللي انت عايزه. زي ما شايف دي حاجه اسمها بلو برينت، دي بتسهل لك ان انت تكتب الكود بمجرد ان انت توصل العناصر ببعض، او لو انت عايز تبرمج بالسي بلس بلس تقدر تبرمج. تمام، طيب خلينا نقول له مثلا فيرست بيرسون، واقول له كريت بروجكت. هيبدا يعمل كريت لبروجكت جديد، هيبدا يحمل المشروع. هيبقى بالشكل دوت. ادي الواجهة بتاعت البرنامج. تقدر من هنا مثلا تحط لايتنج اللي قبل المشروع اهو. تمام، الناتج اللي بيطلع بتحس ان هو قريب من الحقيقة. تقدر تعمل لها موف، تقدر تعمل لها روتيت، تقدر تعمل لها سكيل لو حابب. طيب بتقدر تيجي هنا تقول له انا عايز اشوف الكونتنت، عايز اشوف تحمل بقى من الميلر دول، السوبر ماركت او الميرا. تمام، تقدر تشوف هنا البلو برنت، تقدر تشوف جواها، تقدر تقول له اعمل بلاي، تقدر تقول له هنا فايل وتقول له انا عايز ابدا احمل مشروع معمول بامبورت انتو ليفل، انا عايز اعمل امبورت. طيب هيقول لك تدخل لي ملف اف بي اكس او او بي جي الاوبجكت. الاثنين دول تقدر تصدرهم من برامج البيم بدون اي مشاكل خالص. حتى نصدر بعضهم من مشاريع انا كنت شغلتها من قبل ما افكر ان اشغل على الانريل. اللي انا افتحه دلوقتي ده انا مصدره من كام سنه في بي اكس، لانه بيبقى سهل ان انت تاخد الحاجات تفتحها سيز ماكس وكده. فخلينا نفتح مشروع كده، مثلا الفيلا ديت ده المشروع اللي عامله. فبيقول لك كونتيند ده الفيرس ده الاستيميت، اقول له اوكي. اقول حد حاجه بيبدأ يعمل امبورت، وبيبدأ بقى يديني اوبشن انا هنشوفهم بعد كده. طبعا انت ممكن تصدر من احدى برامج البيم من 3 دي ماكس، تظبط فيه الماتيريال وبعد كده تدخله على الانريل، او ممكن تدخل على طول وتظبط الماتيريال. بس هو تعديل الماتيريال الناس متعوده تعدله في 3 دي ماكس او اي برنامج اخر بيشتغل في بي اكس. انا بدي مثال. تمام، يعني لو بتعرف تشتغل على برنامج سيمي 4 دي واي نوت، مش مشكلة. بتعرف تشتغل على بلندر أحسن وأحسن، برنامج بلندر مجاني وأوبن سورس، وهتلاقي شرح ليه على قناة ديم ار بي على اليوتيوب، وسهل جدا في الاستعمال ومجاني ببلاش. وكان سيمي 4 دي أسهل منه صراحة يعني، بس سيمي 4 دي بفلوس ومشروح برضه على قناة ديم ار بي. بس أنا شخصيا بفضل البلندر، لأن هو
خفيف جدا وسهل في التعامل ومكاني عشان ندخل بقى في اي شبهات واي مشاكل. الجزء اللي تحت ده هتلاقي فيه امبورت، لو انت عايز تحمل خامة معينة او حاجة معينة هتلاقي هنا المكتبة بتاعتك تقدر تحملها على المشروع. دي الملفات الخاصة اللي تقدر تحمل منها. هنا هتلاقي العناصر اللي انت حاططها، يعني احنا لسه حاطين بوينت لايت اهي موجودة اهيت، فتقدر فيها تقدر تعملها ديليت وهكذا. تقدر تعمل سيرش حتى تقول له انا عايز كل اللايتنج، هات لي كل اللايتنج فيبدأ يجيبهم لك. الطاقية ديت تمام، والمربع اللي فوق ده كان زمان بيحط عليه كتب وهم ماشيين اللي بتاع التخرج دي، لو انت دوست عليها هيبدأ يديك بعض المعلومات السريعة. طيب هو تقريبا كده خلاص بدأ يخلص تحميل الملف. بيبدأ يجيب لي معلومات عن الملف اللي بتحمل دوت اهوت. تقدر تعمل زوم وتبدأ تشوف المشروع وتشوف الفيلا، وممكن تبدأ تعمل بلاي وتبدأ تشوف تمشي جوه المشروع وتشوف المشروع زي ما انت عايز. فسهل جدا ان انت تحمل اي ملف من الملفات، وهنا هتلاقي العناصر الموجودة وتقدر تعمل سيلكت على اي عنصر من العناصر وتعمل تعديل للماتيريال زي ما انت شايف، تعدل في اللوكيشن، تعمل له موف روتيت زي ما انت عايز. فدي اهم حاجة ان احنا نقدر نربط بين البيم والانريل اساس يبقى عندك زي محرك العاب. وممكن تعمل لعبة ليه لا، ممكن تبني المبنى وتروح مدخله على اللعبة وتمشي فيها عادي. انا في مرة كنت انا مش من هواة الالعاب، يعني مش من هواة الالعاب، لما بلاقي لعبة حلوة بلغيها عشان ما ادمنهاش. فكان في لعبة في الشركة ما كانش في شغل خالص، حد كان مسطبها يعني، كان ما ميدروفونها. وانا ماشي لقيت قلت مستحيل دي تكون معمولة للعبة مخصوص. التفاصيل بتاعت مصير الفاير فايتنج والبايب والسبورتات او الهانجرز، الحوامل اللي هي بأدق أدق تفصيل، ده معمولة حد كان عامل شغل بيم أو اتعمل ليزر سكان بحيث إن هو يدخل بكامل كل التفصيل. طبعا سبت الناس تضرب بره ويموتوا في بعض وأنا عمال أتفرج على شغل الكهرومكانيكا.